المستشار مرتضى منصور شتمك كام مرة على الواتساب؟ واحد اتنين تلاتة أربعة 18 19 يعني ممكن ما بين يعني خمسة لست ما بين خمسة لسبع مرات. تقدر تكشف لنا عن أقوى رسالة بعتها لك؟ ولو فيها أي حاجة كده ما تقولهاش. ما أنا أكيد مش هقول اللي جواها يعني هقول لك اللي أوكي. حواليها يعني أوكي. كان مضمون. ممكن أوكي. القصة كانت إيه؟ كانت في مرة أنا يعني عامل زي فزورة كده عن اسمها من أكون، وكنت حاطط صورة حاطط صورة بعلامة استفهام بالظبط في الباك جراوند، وكنت بقول إنه من هذا الشخص اللي أنا بتكلم عنه، فقلت ان هو الشخص اللي عمل كذا وكذا 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 من غير ما اقول اسماء اي طرف ولا جهه ولا اسمه ولا منصبه ولا اسم الجهات اللي انا بتكلم ان هو تعامل معاها او اخطا في حقها او اي حاجه. فهو بعت لي مسج على الواتساب بيقول لي انا هقول لك من اكون، وبعديها بقى تسع سطور كده من من اكون من يكون انا اللي وانا اللي وانا وانا اللي ده بالنسبه للرسائل. آه. لا انا عايز بقى مكالمه تليفون ما تنساهاش من استاذ مرتضى يعني بالظبط. بص هقول لك على حاجه مبدئيا كده، انا عامل له بلوك على المكالمات. اوكي. ده بسبب قبل كده ان هو كلمني برضه تجاوز يعني، فبالتالي هي مكالمه واحده فاهمني، مكالمه واحده اللي حصلت بينا منه ليا. قبل كده حصلت مكالمات مني ليه كاعلامي بيكلم رئيس نادي، فكانت مكالمات اما انه فيها رد اما ان ما فيهاش رد يعني فاهمني، وكانت بتبقى عاديه. لكن المكالمه الوحيده اللي منه ليا وحصل فيها تجاوز فعملت بلوك فما بقاش فيه غيرها. امير واحمد ايه ما بيدخلوش هم كوسيط او بيتكلموا مثلا بالنيابه عنه؟ امير او احمد مالهم ما بيتكلموش بالنيابه عنه او لا لا كوسيط. احيانا طبعا يعني هو الثلاثه مختلفين خالص كشخصيات. فيعني استاذ مرتضى انفعاله ممكن يبقى فيه تجاوز، وبالتالي انا ما بحبش ان انا اتكلم معاه كتير. ممكن اكلمه طبعا كشغل عادي في البرنامج او كده. احمد الاهدأ، وبالتالي في كلام رايح جاي بشكل افضل كتير يعني في عادي زي ما انا وانت كده. امير ممكن اقول الاذكى لانه بيعرف يتكلم وفي نفس الوقت ما بيقولش كل حاجه، وفي نفس الوقت في نقاشات رايحه جايه في الـ في الـ في الـ في استدراج او في الحصول على المعلومه منه، وفي نفس الوقت في توجيه السؤال. فهما فلا يعني ما حصلش بس من تدخل من الـ من الـ من امير واحمد لصالح مرتضى. قصه استاذ مرتضى كانت انه في مره كنت قاعد مع ماما ساعتها، وانا عاده لما بيجي لي تليفون برد بالسبيكر ما بفتحش يعني ما بحبش احط التليفون. مش مكتوب مين؟ انا برد عموما على اي تليفون عاده على اي تليفون. أوكي. الا لو انا مش قادر ارد فاهمني، سواء بقى مكتوب رقم او مش مكتوب انا مش قادر ارد فما بردش. تمام. لكن انا برد في العادي على اي رقم. فمره اتصل كنت مش عارف انا قلت ايه على الهوا اليوم اللي قبليه، فانا فتحت السبيكر فلقيت شتيمه كتيره جدا، فروحت انا لقيت ماما فتحت بقها كده واتخضت قوي. رحت انا قلت لها اهدي يعني ما تقلقيش. رحت انا قلت له طب انت بتشتم ليه دلوقتي؟ اسمع ومش عارف ايه، عايز نتكلم معاك وناخد وندي بقى. راح طب ها اتفضل قول. رحت اتناقشنا شويه وقفلت بس. وبعدين انا بصراحه عملت البلوك علشان ما يبقاش انه ما يعني عشان ما يتكررش تاني، لانه وانا لان انا مش هشتم في الاخر يعني.